السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا في فيديو جديد من قناتي. النهاردة هكلمكم عن أجندة سبيس، جبتها منين ومميزاتها وعيوبها اللي أنا شايفاها. لسه ما استخدمتهاش، أول سنة إن شاء الله استخدمها السنة دي اللي هي السنة الجديدة يعني، وأقول لكم طريقتي في تحقيق الأهداف وازاي بحاول ان انا اشوف الاهداف اللي ما اتحققتش احاول احققها، واشوف الضروري والاساسي منها واللي ممكن يكون احتياطي في تحقيق. اول حاجة انا جبت السبيس، جبتها من الستور بتاع الف، موجود في سان ستيفانو في الدور الاول. جبتها بكام من عندهم؟ ب 145. هي في اماكن بتبيعها ب 140 واماكن ب 145، حسب المكان حسب المكان يعني. في اماكن ممكن تكون ارخص او في اماكن تكون اغلى، فهي بتيجي بالشكل ده. طبعا بتكون في غلاف خارجي ليها، فانا فتحتها بتيجي بالشكل دوت. تنفع هدية قيمة قوي. لما بفتح بشيل الباكج بتاعها ده، بلاقيها في شنطة كده، شنطة بلاستيك، ودي حاجة حلوة قوي عجبتني ان تكون الحاجة كلها موجودة في شنطة. ممكن استخدمها واشيلها. محتوياتها بقى عبارة عن ايه؟ اول حاجة بوكلت كده للاستيكر. عجبتني حكاية البوكلت افضل من الاوراق يعني. في اجندات تانية بتكون ورق، والورق للأسف ساعات بيضيع، لكن البوكلت كده بيكون افضل. بنختار الايموشن اللي عجبنا، بنختار اي ستيكر لو حابة احطه على حاجة انا كاتباها. في فواكه، في اكل، في اي حاجة ممكن الاقيها موجودة في الستيكر دي. عجبتني الحقيقة. كمان في كلمات بالعربي كده في الاخر، ودي برضو حاجة عجبتني جدا. اني انا ممكن احط ستيكر على حاجة كده يعني، بحس انها حاجات تشجيعية اكتر. ده البوكلت معاه كمان تودي ليست، اللي هي الليست بتاعت كل يوم، النوتة اللي احطها في الشنطة. حجمها كويس جدا، هي بعدد ايام السنة. بحط في كل يوم التاريخ، ومثلا اللي انا بحب اعمل الاهداف اللي انا عايز احققها في اليوم ده، بقسمها جزئين. بحط الجزء اللي فوق الاهداف، الحاجات الضرورية اللي لازم تخلص النهاردة، واللي تحت اللي هي الحاجات الاحتياطي، يعني لو خلصت اللي فوق اخلص، ما خلصتهاش ممكن تترحل لليوم اللي بعده. لو حاجات يعني احتياطي لكن برضو تعتبر أساسية، لو هي مش أساسية بسيبها. ممكن أعمل جزء جزء كل يوم، مثلا زي تنظيف، مثلا تنظيف عميق للمطبخ، عرفت أعمله، عرفت ما عرفتش، ممكن أقسمه على أجزاء يومية. دي بتبقى لليوميات يعني، للحاجات اللي هي اليومية والمهام اليومية. بيكون في كده ماركر بتاع الكتب اللي احنا بنحطه فيه ونعلم أماكن اللي احنا وصلنا لفين في القراءة. برضو عجبتني، خامتها كويسة. كنت جبت قبل كده نوع بيكون باكت كده فيه 4 أو 5، فدي جاية مع الأجندة. هي اسمها سبيس لأن في نوع تاني اسمه أجندة. بيجي كده كارت بنكتب جواه الهدية جاية من مين. أنا هوريكوا دلوقتي هي جاتلي من مين. كمان بيجي فايل كده كبير. هو دي من الحاجات العيوب يعني، بالنسبة لي دي من العيوب. بيكون كبير في ايام السنة كلها، وفي اخره من تحت بيكون موجود الاعياد والمناسبات. يعني مثلا هنا عندي عيد الاضحى هيكون يبتدي يوم كام وينتهي يوم كام وهكذا، وبيكونوا معلمين فيها على ايام الاجازات. هي مشكلتها ان هي كبيرة، هي المفروض تتعلق على مكتب او تتفرش مثلا تحت الازاز بتاع المكتب، بس هي حجمها كبير. دي لو كانت مثلا في اخر الاجندة، في انواع اجندة تانية بتكون كده، بتكون موجودة متطبقة كده في اخر الاجندة او في اولها، بتتفتح وتتقفل. نيجي بقى للاجندة الاصلية.
الأجندة الأصلية حجمها بالنسبة لي كويس جدا. طبعا دي ما تنفعش بالشنطة، دي بتكون للبيت. اللي بينفع للشنطة اللي هي الصغيرة ديت، وفي ممكن أنا دي ما تكفينيش في السنة فبكمل بحاجات تانية صغيرة. فيها حاجة حلوة قوي إن هي فيها مكان للقلم، وبيجي معاها قلم هدية، بس مش ده القلم بتاعها، القلم اللي جاي معاها رجالي قوي. نيجي بقى لأول حاجة في الأجندة دي كده، بالسنة الجديدة 2019. أول صفحة بيكون مكتوب فيها رقم التليفون والاسم والعنوان وتاريخ الميلاد. تاني صفحة بتكون موجود برضو فيها السنة، أيام السنة كلها، وموجود فيها الأجازات من تحت. بيكون فيه الأجازات من تحت وموجود فيها السنة كلها. أنا بستخدمها مثلا كنتيجة، اليوم اللي بيعدي بعلم عليه وأشوف بداية الشهر إمتى نهايته إمتى. نيجي بعد كده للصفحة اللي بعد كده، دي اللي هي المسج اللي بتجيلنا كل يوم. بناخد كده سكان بالتليفون، بيكون أبليكيشن موجود على التليفون اللي هو الباركود. كل يوم بيبعتوا لنا مسج، يعني بتكون حاجات تشجيعية أكتر، بتكون حاجات مثلا حاجات تفاؤلية وهكذا. يعني كل يوم بيكون في مسج. هنا بتكون الحاجات اللي أنا عايزة أعملها، شغلي الخاص، حاجات عايزة أحققها. هنا بتكلم عن نفسي أكتر. هنا نفس الحكاية برضو، الحاجات اللي أنا عايزة أحققها على الحاجات الشخصية بالنسبة لي، والحاجات الاجتماعية سواء خاصة بالشغل أو بالفلوس أو بحاجات خاصة بالعائلة. هنا بكتب برضو كل مثلا هدف أنا عايزة أحققه السنة دي، وأشوف إزاي هبدأ فيه وإمتى هبدأ فيه. هنا الحاجات اللي أنا بتمناها، او الحاجات اللي بتسعدني، الحاجات اللي بتسبب لي السعادة، او انا كنت سعيدة مع مين، والناس برضو اللي بيحاولوا السعادة. كمان الحاجات العمل الخير، الاعمال الخيرية اللي انا هعملها وفي نفس الوقت برضو بشعر بالسعادة فيها، ده بيكون العمل الخير. هنا مساحة فاضية اكتب او ارسم فيه اي شيء يخصني. بعد كده البلاي ليست دي بتكون الاغاني اللي بحبها او التراكات اللي انا عايزه اسمعها او اللي انا سمعتها. هنا نفس الحكايه، الافلام اللي انا سمعتها وبقيمها. التقييم بيكون ب5 نجوم، فيلم سمعته وحطيت له تقييم او برنامج. يعني انا بالنسبه لي مش محبه قوي للافلام، فاحيانا اكتب برنامج انا متابعاه او اتفرجت عليه. هنا برضو الحاجات اللي هي الكتب اللي انا قريتها واللي بالنسبة لي كانت مفضلة لسنة 2019، ودي ميزة حلوة قوي. كنت بعمل نوت كده صغير للكتب اللي انا بقراها علشان احيانا الذاكرة بتخوني. هنا الاماكن اللي انا عايزة اسافر لها، بس الاماكن دي اللي هي الاماكن اللي تكون خارج في الخارج، يعني خارج حدود الدولة، والاماكن اللي عجبتني واللي ما عجبتنيش. هنا برضو الترتيب للزيارات والاماكن اللي زرتها، دي بقى لو داخلية، وتقييمي برضو ليها اللي انا زرتها وتقييمي ليها. هنا برضو تقديم المساعدة للناس. هنا بيتكلم على حاجة لطيفة قوي وعجبتني، وهي هدف من الاهداف اللي انا عايزة احققه السنة دي، عن الدايت والحياة الصحية. مثلا بيجيب لي بالشهور وزني في اول الشهر كام، طول الوزن، الطول، الهدف اللي انا عايزه احققه، وهشوف انا ماشيه في الهدف دوت وصلت له لايه، واقيم كل شهر. دي ميزه برضو حلوه جدا، يعني انا مثلا في شهر يناير كنت ملتزمه بالنظام الصحي بتاعي وبالاكل الصحي او بالهدف اللي انا عايزه احققه، فبحط له 5 نجوم. مثلا جيت اخفقت شويه في شهر 2 فاقلل وهكذا. هنا رياضة لمدة ربع ساعة، وبيديني 9 تمارين أعملها في يوم.
هنا الصفحة دي خاصة بالأعياد الميلاد وخاصة بالمناسبات، أي ايفنت أنا هحضره هيكون يوم كام أو حضرته وهكذا. هنا الكلمات الخاصة بيا اللي أنا عايزة أشكر مين، عايزة أتأسف لمين، عايزة أقول لمين اليوم معاك كان كويس وهكذا. الكلمات هنا مش شرط تكون لشخص معين، ممكن تكون لنفسي، ممكن بقول سوري لنفسي على موقف معين، ممكن عايزة أقول لمين أنا بحبك وهكذا، يعني عايزة أقول لمين ما تسيبنيش، يعني كلمات خاصة بيا. هنا ان انا عايزة اعمل في السنة يكون البرفكت داي بتاعي، اني انا كان الساعة كام، اصحى الساعة كام، انام الساعة كام وهكذا. افضل يوم بالنسبة لي ان انا مثلا كنت انام الساعة كام واصحى الساعة كام. هنا بقى الاهداف اللي هو اصلا الهدف الرئيسي من الاجندة، اني احط اهداف، احط عادات. هنا العادات، سوري، العادات هو حاطط لي 12 عادة. انا بالنسبة لي العادة مش شهر، مش كفاية انها تصبح عادة، يعني العادة عايزة اكتر من شهر. في اقوال بتقول 21 يوم كفيلة ان هي تخلي العادة تثبت خلاص ونعملها تلقائيا، وفي بيقول شهر، بس انا بالنسبة لي العادة بتبقى عايزة شغل اكتر من كده عليها. والدليل على كده الاولاد، لما بنتكل على حاجة خاصة بالاولاد ونفضل نعملها كل يوم، شهر مش كفاية. فالمهم هو مقسم لي هنا، هو مقترح عليا عادات، والعادات اللي هو مقترحها لي ديت انا اقسمها على 12 عادة، واشوف كل اشتغل عليها واشوف انا حققتها في الشهر اللي انا حطيته فيها ولا لا. مثال العادات اللي مثلا الفيتامين هاخده، اشوف نفسي انا التزمت عليه في الشهر ولا لا، الابتسامة وهكذا. يعني بعد كده بتيجي الصفحة دي بتكون الأهداف اللي أنا عايزة أحققها وحققتها ولا لأ، وكمان اللي أنا محققتهاش بكتبها لوحدها أو بحط عليها علامة صح أو علامة إكس، وأشوف نفسي حققها إزاي وأغير الطريقة بتاعة تحقيق هدفي. بعد كده بيجي أول شهر، يعني احنا كل ده لسه ما دخلناش في الشهور. هما بقى عاملين ايه في الاجنده، ان كل بدايه شهر حاطين لنا كده رسمه ظريفه بتعبر عن الشهر ده، مثلا شهر يناير شهر الشتاء، حط لنا رسمه ممكن نلونها. حاطين بقى ايه الباكج بتاع الشهر دوت، الفلوس اللي انا هصرفها، الفلوس اللي انا هشيلها، الفلوس اللي التوتال بتاعها. حاطين الشوبينج اللي انا محتاجه اشتريه الشهر ده، حاطين يعني حاطين لي الاهداف اللي انا عايزه اعملها في الشهر ده. بالاضافه ان هو مقسم لي، اللي حاطط لي عدد الايام كلها من الاول للاخير، وحاطط لي كل يوم مقسمه لاربعه. على سبيل المثال مثلا انا هعمل في الشهر دوت عندي 4 اهداف عايز احققهم، فانا بحط لكل هدف لون. انا ممكن اجي على جنب كده واحدد لكل هدف لون، مثلا الدايت اللون هيكون الاخضر، هاجي اشوف في اليوم الاول كنت ملتزمة فيه ولا لا، هحط الاخضر، ما التزمتش فيه هسيبه فاضي وهكذا. هو مشغلي 4 حاجات كل يوم اشوف نفسي انا التزمت بيها ولا لا. مثلا التزمت مثلا الفجر في وقته، هل انا عملت كل يوم، اشوف اليوم الاول عملته ولا لا وهكذا. فدي حاجة ظريفة قوي ومشجعة كمان. كمان هرجع لها تاني، لاني حاجة مشجعة لي انا، لما بلاقي نفسي في الاخر اخدت كلها متظللة، بحس نفسي اني فعلا انجزت. بشوف كل يوم ال4 حاجات اللي انا شغالة عليهم وهكذا. كل شهر ممكن احط 4 حاجات اثبتهم واشوف هما كويسين ولا لا. اجي بقى في اول يوم هو حاطط لي، سايب لي مساحة، وهي مساحة حلوة جدا ان انا اكتب فيها كل الحاجات الخاصة بيا. وفي نفس الوقت حاطط لي تحت المهام اللي انا هعملها او اللي انا ما عملتهاش، واحط على كل واحده اظللها او احط ستيكر، استخدم الستيكر البوكلت اللي هو عطهولي، ممكن استخدم الستيكر الموجود ده. اليوم ده كان كويس، اليوم ده كان فيه مشكله، اليوم ده اتعدى بسلام، اليوم ده ضاع على الفاضي، واشوف ايه الحاجات اللي ضيعت اليوم. اقيم نفسي في اخر اليوم، انا بحب اقسمها برضو لمساحات، اشوف اخر اليوم انا كان ايه اللي كان السبب في تضييع الوقت،
هل كان خارج عن ارادتي ولا انا اللي ضيعت الوقت بارادتي، وهكذا. واقيم نفسي اخر اليوم، لو ما لحقتش بيبقى في تاني يوم الصبح. وانا مثلا بشرب النسكافيه بيكون تقييم اليوم اللي قبله والمهام اللي هعملها في اليوم ده، وهكذا. الشهر كله يجي ينتهي الشهر، يجي شهر جديد بتكون صورة جديدة، يجي شهر جديد ونفس الحكاية، مصاريف الشهر، الشوبينج، الأهداف، وهكذا. هي ظريفة وعجباني جدا الأجندة بتاعت سبيس، عجباني الحقيقة. والعيوب اللي فيها بقى هقولها. أول عيب إن هي بالانجلش، انا كان نفسي تكون بالعربي، وشفت اجنده معموله بالعربي لكن للاسف مش بنفس الكفاءه بتاعت دي، فده اول عيب فيها. تاني عيب فيها اللي هي بيقولوا عليها النتيجه، اللي هي الفايل الكبير ده، كبير قوي الحقيقه، وهيبقى صعب استخدامه، لو اتعلق هيبقى شكله مش ظريف قوي يعني. لكن هي كتقسيمة عجباني جدا، الورق بتاعها حلو جدا، انا شخصيا بحب الورق الاصفر شوية ده، اللون الاصفر ده بيساعد على التركيز والحماس، فدي ميزة افضل من اللون الابيض. للأسف اللون الابيض مش حلو في المذاكرة ولا التركيز، فدي حاجة عجبتني. اتمنى الفيديو ده يعجبكم. انا مكلمتش على اهدافي اللي اتحققت واللي ما اتحققهاش ما حققتهاش، لاني خايفة الفيديو يطول اكتر من كده، فهعمله على طول بعد الفيديو ده، يعني هيبقى الاتنين ده كأنه الجزء الاول، وهعمل الجزء التاني الاهداف. اتمنى الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وتعلقولي عليه، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وتعجبكم فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.